عجبتكم طماطة؟ اخذوا بذورها، بس تأكدوا ان الثمرة مو مهجنة. طلعوا البذور من الجيوب الموجودة داخل الثمرة وحطوها في اي وعاء. حاولوا تطلعون كل البذور الموجودة وطلعوها مع اللب والعصير مال الثمرة، راح نحتاجها علشان نسوي عملية تخمير. عملية التخمير تحمي البذور من الأمراض البكتيرية اللي ممكن تصيبها. بعد ما نضيف لها شوية ماء نغطيها بالنايلون ونسوي لها فتحات للتهوية. نخلي الوعاء بدرجة حرارة الغرفة ونحركه بهالشكل لمدة 3 إلى 5 أيام. بعدها إذا شفنا أي بذور طافحة نتخلص منها، لأن هذه بالغالب ما راح تبرعم، أما البذور اللي بالعمق فهي بالغالب بذور جيدة. نصفي البذور ونغسلها عدل بالماء. بعدها نوزعهم على ورق الشمع. لا تستخدمون الكلينكس لأن البذور راح تلصق فيه وراح تأذيكم. حاولوا تفرقون البذور عن بعض كثر ما تقدرون. بعدها خلوا البذور لما تنشف عدل عدل، راح تعرفون انها انشفت لما تبين الشعيرات اللي على البذرة. راح يكون من المفيد جدا انكم تسوون اختبار التبرعم حق بذوركم. حطوا 10 بذرات بكلينكس مبلل وشوفوا نسبة الانبات. بهالطريقة راح تعرفون مدى جودة بذوركم. حطوها بكيس وكتبوا عليه الصنف والتاريخ وحفظوها في مكان بارد وجاف للموسم الجاي.